أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى مجموعة جديدة من اللقاءات التي نجريها على مدار اليوم مع الكثير من ضيوف قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ. الحقيقة أنه صعب أن تجد وسط هذه الطرقات الكثيرة هنا في قاعة المؤتمرات التي تحتضن قمة المناخ COP27، صعب إلا أن تجد المتخصصين والمهتمين والمعنيين بشؤون البيئة، سواء كانوا من جهات حكومية أو جهات أيضا غير حكومية. ولكن نتحدث عن الشأن الحكومي، لأنه الحقيقة الاهتمام والنظر بتركيز إلى جميع الدول وما الذي ستقدمه حكومات هذه الدول من خطط، هل ستقدم فقط مزيد من الوعود والتعهدات، نتحدث طبعا عن الدول الصناعية الكبرى في المقام الأول، أم أنه هذه الدول هي أيضا دول نامية أو أنها دول غير متقدمة ولكنها في النهاية تسعى جاهدة للحفاظ على البيئة، وأيضا تسعى جاهدة لأن تكون مشارك فاعل في ملف التغيرات المناخية والتحول إلى الأكثر استدامة أو حياة أكثر استدامة وحياة صديقة أكثر للبيئة. ضفنا الذي نلتقي الآن على شاشة إكسترا نيوز هو الدكتور أحمد عبيدات، ودكتور أحمد عبيدات طبعا هو مستشار الوزير البيئة الأردني لشؤون الإعلام. بنرحب بك يا دكتور، أهلا وسهلا على شاشة إكسترا نيوز. أهلا زميلي منى، يعطيك ألف عافية، شكرا لكم على الاستضافة لإكسترا نيوز. طبعا أهلا وسهلا بك في مصر بلدك الثاني وفي مدينة السلام شرم الشيخ، وأهلا بك في COP27 التي ينظر إليها العالم نظرة اهتمام وتركيز، ويتساءل الكثيرون حول العالم ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه القمة من خطط عمل تتجه نحو التنفيذ والتطبيق الفعلي بدلا من مجرد التعهدات والوعود تحديدا من قبل الدول الصناعية الكبرى. شكرا مرة ثانية منا، حقيقة ما تفضلت به هو حديث كل الدول المشاركة بهذا الكوب الذي ينعقد بالتأكيد على أرض مصر الشقيقة الحبيبة وتحديدا في مدينة شرم الشيخ. أخص بالذكر هذه الدول، هي الدول النامية والدول الأفريقية الفقيرة، لذلك الدولة الأردنية سعت ومنذ البداية على أن يكون الخطاب والمطلب هو باسم كافة هذه الدول النامية والأفريقية الفقيرة، بأن لابد من أن يكون هناك إجراءات تنفيذية على أرض الواقع لما كان له الأثر الكبير بنوع من الفتور لدى هذه الدول لما لها من عدم كفاية مالية لتنفيذ ما طلب منها على الصعيد الدولي. المطلوب من الدول المتقدمة هو الإيفاء بالتزاماتها لهذه الدول لكي فعلا تحقق الهدف المنشود من والذي نص عليه مؤتمر باريس عام 2015 والمتمثل بتخفيض نسبة الاحتباس الحراري إلى 1.5% بدل من 2%. الدولة الأردنية على سبيل المثال أخذت على عاتقها، وهو طموح بالتأكيد، بأن تخفض إلى نسبة 31%، ولكن هذا التخفيض هو مشروط بأن يقدم لها دعم بمقدار 26% من الدول المانحة وال5% سوف تتعهد بها الدولة الأردنية. على هذا الصعيد أنا باعتقادي وما لمست من الجولة الافتتاحية للمؤتمر البارحة كان هناك تصميم، وتحديدا من معالي وزير الخارجية المصري، على أن لابد من أن يكون هناك تنفيذ عملي لهذه الوعود وهذه البرامج والمشاريع التي تم أصلا بإطلاقها بالكوب غلاسكو عام السنة الماضية الكوب 26. دكتور أحمد، يعني من المطلوب من جميع الدول المشاركة أن تقدم نماذج حتى عن تجاربها فيما يتعلق بملف التغيرات المناخية، وأيضا أن تقدم ملاحظاتها عن مدى تأثر بلادها بالتغير المناخي، سواء كان عن طريق التأثر المباشر الإمباكت اللي حدث بالفعل، أو ما تقوم به الدولة لمحاولة تخفيف هذه التداعيات أو هذه الدرجة من التأثر بالتغيرات المناخية. ما هي التجربة الأردنية في هذا الشأن؟ ونحن نعلم أن الأردن من الدول الحقيقة الواعدة والتي تحاول جاهدة الحفاظ على البيئة في أمور وملفات كثيرة جدا. نعم، الحمد لله طبعا بأنه فعلا الدولة الأردنية وممثلة بوزارة البيئة قد عملت على قدم وساق تجاه القضايا البيئية بشكل عام، على اعتبار بأنه
الشأن البيئي هو شأن عالمي ومنظومة عالمية يتأثر بها المواطن الأردني كما هو المصري كما هو الأمريكي. لذلك منظومة العمل البيئية هي شأن عالمي والأردن جزء أساسي منه. الإجراءات التي قامت بها الدولة الأردنية كما أسلفت هي إجراءات كبيرة جدا وعلى كافة الصعد، وتحديدا عند إطلاقنا الخطة الوطنية للنمو الأخضر، هذه الخطة أخذت على عاتقها بأن تأخذ القطاعات الستة المحورية والرئيسية والمتمثلة بالمياه والطاقة والزراعة والسياحة والإضافة لإدارة النفايات والطاقة أيضا. على جميع هذه المحاور الدولة الأردنية عملت وبطريقة ناجحة جدا والحمد لله. كل ما هنالك نتمنى ونتوقع الاستدامة. الاستدامة تتطلب مزيد من الدعم المالي الذي إن شاء الله فنسعى من خلال المحادثات والمناقشات التفاوضية مع الوفود المشاركة والمنظمات الدولية المانحة للحصول على هذه لإتمام مشاريعنا التي نعتز بأنها على حيز الوجود على أرض الواقع يشهدها المواطن الأردني وحتى إشادة عالمية بهذا الإنجاز. نتمنى لحضراتكم ولنا وللعالم أجمع دكتور أحمد المزيد من التوفيق بإذن الله والنجاح والوصول إلى أهداف أكثر قابلية للتنفيذ والتحقيق في قمة كوب 27 قمة المناخ. شكراً. لقاءاتنا مستمرة مشاهدينا الكرام على شاشة إكسترا نيوز، ابقوا معنا.